حضرة القاضي، أؤكد لك أنني لم أخذ نقوداً من أحد. أرجوك أن تصدقني، يستحيل أن أفعل شيئاً كهذا. لو أردت أن أخذ الرشوة فليس في غرفة نومي. لماذا؟ لماذا ليس بها؟ أرى أن غرفة نومك أأمن مكان لتقوم به بهذه الأفعال، والصور تؤكد هذا الشيء لأنها من داخل الغرفة. والسؤال، إن لم تكن الصور له فمن دخل غرفته إذن؟ طبعا أنا أجاريه فقط، ليخبرنا من الذي دخل غرفته ومن الشخص الذي التقط الصورة. أنا لدي اعتراض، هذا الكلام غير مقبول، وبعد أن سمعناك واطلعنا على الأدلة التي لدي وكذلك هيئة المحكمة، لذلك من حقي أنا وموكلي أن نقول ما لدينا. موكلي بريء من هذه التهم لأنه ليس بحاجة ليأخذ رشوة، وهو ابن عائلة مشهورة وغنية. سيد مالكاني، حديثك عن تاريخ موكلك لن يجعل المحكمة تفرج عنه، لأن المحكمة تعتمد على الأدلة والبراهين. سأجاريك يا سيد مهرة وأفسر النظرية التي تدعيها. لنفترض مثلاً أنك أرام فعلاً أخذ الرشوة بغرفة نومه، ولكن برأيي النقطة الأهم التي يجب علينا التركيز عليها، من هو الشخص الذي وصل إلى غرفة نومه وقام بأخذ الصور؟ ها؟ هذا التفصيل جداً مهم بهذه القضية. أعني أنه لدينا شاهد هنا ولكنه ليس موجود. ها؟ بالطبع هرب. حضرة القاضي، انظر إلى هذه الورقة، إنها مذكرة اعتقال بحق الشخص الآخر الذي في الصورة، وهذا أمر إحضار من المحكمة، وهذا الشخص يدعى سانديش وحالته المادية سيئة وقد يكون من المتهمين. سيد القاضي، إن هذا الشخص مثل حجر الشطرنج، يوجد من يدفعه ليقوم بذلك. لا تخلط بين القضايا، السيد سانديش ليس له علاقة. هذه القضية متعلقة بالسيد لوترا والحقيبة التي وجدت في سيارته. والسيد سانديش إن كان في وضع مالي سيء لا يعني أنه متورط، إضافة أن قضيتنا عن رشوة السيد لوترا وليست عن وضع سانديش. وإذا كان محرضاً ولعدم وجود دليل، لنعد لقضيتنا. سيد مالكاني، قضيتنا عن الحقيبة ومحاولة تزوير النتائج، هذا ما ينتظر الناس معرفته، ليس إن كان سانديش يكذب أو يرتشي أو حجر الشطرنج لا أكثر، صحيح؟ سيد مالكاني، أرجو ألا تخلط بين قضية تزوير النتائج مع أي قضية ثانية لو سمحت. أعترض سيد القاضي. اعتراضك مرفوض، والآن المحكمة ستصدر حكمها. رأينا كاران وهو يتقاضى الرشوة، وذلك في غرفة نومه، والصور تثبت ذلك، والحقيبة التي وجدوها في سيارة كاران تثبت نواياه بالتلاعب بالنتيجة. وبعد الاستماع لجميع الأطراف تأكدنا أنه متورط،